ورح نحكي اليوم بفقرتنا الطبية عن الترهلات الجلدية، وهي من أكثر المشكلات يلي بتواجه المرأة يلي بتصيبها بالإحباط وبالانزعاج، حيث يظن البعض أنه السبب يعود للوزن الزائد أو للحميات الغذائية الخاطئة. شو هي الأسباب وشو هي الترهلات من الناحية العلمية؟ رح نحكي فيها أكثر مع الدكتور هايك سيروبيان، أخصائي جلدية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا اشتقنا لك. اهلا وسهلا، تشرفت يا ميت. هلا، يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن ترهل الجلد وخلينا نحكي عن اسبابه كمان. لا، ترهل الجلد، هلا نحن بالنسبه لنا كل شيء جلد مرتخي اسمه جلد مترهل، يمكن هذا كاللغه العاميه، خلينا نحكي بلغه عاميه. ناس ممكن تعاني منه مثلا بنتيجه الحميات مثل ما حكيتي بشكل واضح، خاصه وقت بيكون في انزال وزن سريع. بصير عنا طبعا جلد زايد ما بيتراجع، بكون في عنا انزال الوزن اسرع من قدره الجلد ومرونته على موضوع انه يرجع يعمل ستريتشنج، يعني يرجع يعمل شد من ثاني مره. ممكن يكون بالوجه، بنحس انه وجهنا بيسلط بسموه او مترهل. ممكن يكون بمنطقه الصدر، ممكن يكون بالارداف، في اشكال كثير. طبعا هي كلها ممكن تكون كلها ظاهره على مريض واحد نتيجه اجراء ما. هلا عادة يعني هي بدرب لكم اياها، انا بحكيها كثير، بحب الحكي العامي، يعني انه نفترض عندي مخده وفضيتها شوي من القطن اللي بقلبها، كيف بصير؟ بتصير مترهلة. هذا اول سبب ممكن يخطر على بالنا نحن بالوجه. يعني اول شيء ضياع النسيج الشحمي ممكن يكون موجود تحت الجلد، ممكن يعملنا هذا الترهل او هذا الجلد الزايد اللي بيبين علينا. هو ما هو زايد، هو ببساطه انه ضاع نسيج شحمي داعم تحته كان عم بيعمل له هذا الامتلاء. هلا حسب العمر، يعني وقت بيكون عنا اعمار تحت ال 30 عاده بتكون النتائج حتى لو ظهرت عنا المريض لسه عنده امل انه يصير عنده ستريتشنج. يعني حدا بيعمل حميه مثلا بينزل له 20 30 كيلو، اول شغله بتصير عنده شويه ترهل، مع شويه وقت وشويه عنايه ممكن الموضوع يرجع يعمل ستريتشنج، يعني يرجع يعمل شد لحاله. الاعمار المتقدمه بتصير النتائج وخيمه، لانه هو بشكل طبيعي في بعض المناطق بالجسم غير قابله لاعاده يعني الشد. خلينا نعتبر ما اعاده الشد، الفكره مرونه الجلد بتفقد حال بتفقد مع الوقت. مثلا بنلاحظ مثلا نحن بشكل طبيعي بدون اي حميات، نفترض انه عندي انسان عمره اليوم 40 50 60 سنه، اللي هو بعد فتره حتى لو صحته منيحه النسيج الشحمي بالوجه بيتراجع، كمان بصير عنده نمط ترهل بدون اي حميه بدون اي شيء. في شيء فيزيولوجي بالجسم بيتغير معنا، عوامل الهدم بتكون اعلى من عوامل البناء بالجسم، فهذا الموضوع بصير مع الايام بتشكل عنده مظاهر، هاي المظاهر بنعبر عنها بكلمه ترهلات. لكن كل مريض بيبقى عم يشتكي من شيء، حدا بتلاقيه بيشتكي من وجهه، حدا بيشتكي من جسمه، حسب طبيعه الجسم، حسب شكل الجسم، حسب الاساس تبعه، هل هو حميات، هل هو امراض. احيانا مريض السكر احيانا بيتراجع عنده الوزن بشكل سريع بيعمل له اياها. مرضى هلا ما الناس اللي مرقوا من فتره بموضوع الكورونا ودخلوا بمرحله انه ما قدروا اكلوا، خاصه الكورونا اللي بتجي على الجهاز الهضمي وبتصير مترافقه مع اسهال، هذا او اللي عاشوا ستريس معين بتلاقيهم نزل وزنهم بسرعه، بين على وجههم العمر، بين الترهل. هذا كله من مظاهر ممكن تصير عنا. احيانا بعض العادات، يعني اليوم الغذائيه غير موضوع الحميات، يعني ناخذ منحه بدون حميه بصير الاكل عنا بياخذ منحه معين، كمان بسبب لنا تراجعات معينه بالوزن وترهلات. تمام دكتور، سؤال، هل المواد يلي بنحطها بوشنا نفخ التم الزايد وبس تروح الماده بتعمل ترهلات او لجبين او هون لغلوغ، ممكن اذا صار في شد بالخيوط او شد باي شيء وبعد فتره ممكن يعمل ترهلات بالوش؟ دخلتيني بموضوع معقد. هلا اي ولا لا؟ لا اي ولا لا. طيب اوكي. هي الفكره هي حسب المواد، هي حسب. تمام. على اول شغله موضوع المواد الحقن ترجع للكواليتي تبع المواد وطريقه الحقن. على الحقن يعني الاوفر، الحقن الاوفر، خلينا لا هي ما انا اوفر، هي تكنيك على فكره. لا مثلا احيانا بتلاقي حدا، شوفي الحقن هو فن، في نقاط معينه لازم الواحد يحقنها ونقاط لازم يتجنبها، كله بوصل لنفس النتيجه. يعني انت رايحه اليوم بدك تشيلي تجاعيد بوجهك، فانت بتعملي حقن. في مين اليوم بيقول لي انا رحت عملت نص ابره وليك نتيجه ما احلاها، وفي واحد بياخذ ابره كامله وبيقول لي ليك اسا في اثار. هلا السبب فيها انه في مين بيضرب اليوم عضلات رئيسيه بالحركه، فانت وقت تجي بتضربي عضله كبيره فشيء طبيعي اللي تحته بينشل، فبيعطيكي بنقاط حقن اقل
بيعطيك نتيجة كتير منيحة. وفينا في تقنية تانية إنه بنضرب عضلات أصغر، يعني نسمح بحركة بعض العضلات ونشل عضلات تانية، وهذا شيء ما بيوصل لترهل تام، بيحتاج عدد نقاط أكبر ما بيوصل للترهل تام. بنفس الوقت بيعطي نفس النتيجة. هلأ هذا أحياناً بيكون حسب عروض المراكز، مثلاً هذا بيقول لك نص إبرة، هذا بده يكسر بالسعر، هذا مريض ما بده يدفع، أحياناً مريض بده يوفر بعض الأمور. طبعاً حق كل الناس، أنا ما عم بنكر القصة، لكن الفكرة أنه بعض التقنيات إذا شلينا العضلات بشكل تام تكرار الحقن تبعها، أنت البوتوكس شال فبسبب لها ضمور بالعضلة، وبالتالي هاي العضلة بدها ترتخي بترخي تحتها، فعمليا بصير ببين عندي تبدل معالم أكثر ما ببين ترهل، يعني بتبين المعالم أو مثل ما بسموها زاويتين العين الحزينة أو غيرها. طبعا هي موضوع معقد كتير، يعني بده شرح تفصيلي أكثر. الفيلر تبع الشفاه إذا كان أوفر كتير ومتكرر كتير عندنا مشكلتين، يا بده يتليف محله، يعني بصير أصلا ما بتروح المادة 100%، وبالتالي أنا ما بوقع بهاي المشكلة بس بوقع بمشكلة التليف. أو مثلا إذا كان أوفر مع العمر ممكن دول الخطوط تظهر أبكر، طبعا كلياتنا بدنا نكبر بالعمر، الخطوط اللي بتظهر على الشفة الفوقانية اللي بسموها تجاعيد الشفة الفوقانية، هدول الخطوط الطولية بتصير توضح أسرع، اللي بتطلع بعمر أبكر، لأنه نحن عم نمطط المنطقة ونرخيها بشكل متكرر، فعمليا ممكن تظهر خطوط أبكر. بس يعني أنت موضوع ما له علاقة بالترهل قد ما له علاقة بالسايد إفكت ببعض الحالات، وترتبط بالإجراء اللي عامله المريض، بالطريقة اللي طبقها الطبيب، طبيعة جلده كمان عشان ما نظلم حدا. هذا الموضوع كله يعني شائك كتير وخاص كتير بكل حالة، تختلف من شخص للتاني. دكتور خلينا نحكي هلأ، كتير في من العملية الوشن مدور، عم بيعمل عملية بيشفطوا دهون الوجه مشان يطلع هيك شكلهم، يعني تمام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، شو هي أثاره الجانبية؟ هل بيترهل الجلد من بعدها؟ وكمان في عنا خلينا نحكي عن العلاجات، في عم نسمع مثلا علاج بالليزر لترهل الجلد ما عدا العلاجات الجراحية، شو بتنصح أنت وشو هي الحالة المناسبة لكل علاج؟ هلأ شفت الشحوم يعني بعتبرها حالة قليلة، تمام، لأنه أغلب الناس عنا بتميل بالعكس أنه تحقن شحم أو أنها تزيدها، يا بنعمل حقن شحوم يا بنعمل زرع شحوم أحيانا. الشفط إذا كان واحد بوجهه كتير كبير بده يكون كمان جسمه كتير نحيف، وهي حالة شو احتمالها؟ كتير حالة قليلة، لا تعتبر حالة شائعة. أما اللي بده يجي واحد مثلا وحدة جسمها نحيف وتيجي تشفط، طب اولا هي ممكن تعرض حالها لردود عمل جراحي، يعني هون ما في عندي عمل جراحي بالنهايه، ولو كان موضعي ولو كان بسيط ما له سايد افكت، ممكن يقع فيه اي انسان مهما كان الطبيب شاطر، ممكن يصير عندي تليف، يصير عندي خراج، يصير عندي عدم تناظر، الرياكشن تبع الجلد بيختلف. كل اجراء احنا ما لنا بحاجته ما في داعي له. حدا نحيف ليش بده يعمل شفط؟ يعني الا اذا كان وجهه كتير عريض، وهي شو احتماله انه لاقي حدا عوده كتير نحيف ووجهه كتير عريض، يعني نادر تشوفوه بحياتكم، تلاقوه كتير قليلي. وإذا حدا صحته منيحة وشفط رح يبين راسه صغير وجسمه كبير، يعني ما رح يطلع كمان الشكل حلو، فهو إجراء ما كتير نعتبره شائع. الإجراء وإذا صار فينا نعتبره حالة فردية يعني، بس بشكل عام نتجنب عمليات شفط الشحوم بالوجه بشكل طبيعي. هلأ كنا عم نحكي الإنسان مع العمر النسيج الشحمي هو زائل، يعني بده يتراجع لحاله، ليش عم سرع فيه؟ سرعت فيه، أنا رح سرع إن ما كان بنتيجة حالية آنية اليوم، خلال كام سنة رح يصير عندي تهدل بشرة أسرع من غيرها، لأنه أنا شايل له أصلا قسم من الشحم اللي هو مفترض يروح خلال 5 سنوات 10 سنوات من عمر معين. فمنكون عم نحكم عليها، بعد فترة بترقد هي نفسها اللي شفطت، تنفخولي زيدولي، هذا الواقع تبعنا. فما منتجنب أي موضوع إحنا ما لنا بحاجته. بالنسبة للآليات، موضوع التعامل مع الشحم والآلات الحقيقة طلعت كتير تقنيات، إن كان على الوجه إن كان على الجسم، بتبلش تقنيات اللي بتجمع ما بين اللي بتدمر الشحم، بتدمر خلايا الشحم، ما بين الآليات اللي بتدمر وبتشد. مثلا الهايفو طلعت آخر تقنية، هي بتدمر وبتشد، بتعمل ستريتشنج لليف الكولاجين، وبنفس الوقت بتدمر الشحم الموجود. طبعا حسب الباور تبعها، ممكن نوجهها بشكل الستريتشنج لحالها، موضوع أنه تعمل الشد وموضوع إعادة بناء اللي في الكولاجين، وممكن الموضوع يكون عبارة عن ميكس. الهايفو تقنيا كتير كويسة، يعني كتقنية كتير منيحة، بس مشكلتها أنه إذا ما كان فيها باور منيح نحن ما بنقدر ناخد نتيجة. يعني مثلا هايفو تقنية شديدة الألم،
مفترض المريض يكون قيد التركين سواء كان الموضع او احيانا الجهاز. يعني انا بنيمه لاقدر اعمل له اذا مساحته واسعه، اذا ما بقدر اخدر مساحات واسعه. السبب انه انا اذا كان باور كثير ضعيف فالنتيجه رح تطلع زيرو، ما راح اقدر اخذ شيء. واذا كان باور تبعي على عمق الاصابه، على عمق التاثير تبعها بين 4.5 ملي 3 ملي 1.5 ملي، مناطق هي مناطق تجمع حس عصبي مرتفع، يعني بصير عند المريض رياكشن المي عالي جدا، فبيضطروا بعض المراكز انه انا بنزلها. طب انا اذا نزلتها ما راح يستفيد المريض، يعني هي الباور تبعها هو اللي بيقدر يدمر لي الشحن، هو اللي بيعطيني النتيجه، هو اللي بيعطيني حتى الستريتشنج والتدمير. فالهايفو تعتبر تقنيه كثير منيحه اذا كان طريقه تطبيقها صح. هايفو مؤلم، ما في هايفو بلا الم، هايفو بلا نتيجه، هاي اول قاعده. تقنيات تانية طلعت وهي بتظهر اكثر شيء بنشوفها نحن على البطن، الكريوليبولايزز اللي هو تدمير الشحم بالكريو بالتبريد. تقنيه كثير فعاله ومنيحه، بس كمان الى بعض الريسكات اللي لازم ننتبه لها بالبشرات اللي كثير بيضاء كثير رقيقه، لانه هذا الصعق البارد ممكن يعمل لي احمرار، ممكن يعمل لي زراء، غير موضوع الزراء ممكن يعمل لي كوبر روز السطحي، يعني بصير عندي انا منطقه عروق الدم فيها سطحيه كثير، هذا يعتبر احد السايد افكت. والناس اللي سمر كثير ممكن يترك لي رد، ممكن يترك لي رد غامق فيها. هذا من الشغلات الممكنه، بس هي تقنيه كثير فعاله وكويسه. تقنيات الار اف الراديو فريكوانسي هاي بتعمل نمط الشد عند الناس اللي باثناء الحميات، يعني اللي عم تعمل حميه وعم ينزل وزنها. طبعا اذا كانت حميتها كثير متوازنه، عم تاخذ تعويض بروتيني جيد، عم تاخذ نظام حمي ما بيعتمد والله على مبدا الجوع، الار اف تقنيه رخيصه الثمن، اثناء العمل ممكن تقدر تعمل عده جلسات تحرض المنطقه بشكل انه تعمل لها نمط من الشد التدريجي بدون ما تضطر بالايام لتعمل اجراءات. طيب دكتور قبل ما نختم في سؤال كثير مهم، اي وحده هلا هيك ان شاء الله الله لا يحرم حدا من اي وحده اذا تحبال بيعطوها كريمات بيقولوا لها، وخاصه شيء من اللوز وما بعرف شو الاعشاب الطبيعيه، دهني على بطنك مشان ما يصير تشققات. ولكن من بعد فتره، من بعد ما تخلف المراه، بنلاقي عندها ترهلات وتشققات، يعني ما استفادت شيء. حتى بالحميات الغذائيه بيقولوا لك خذ حط هيدا الكريم على منطقه محدده من جسمك، انت بتعرف انه هي بتتشقق. في لها فوائد هالكريمات ولا لا؟ وفي لها فوائد ان كانت من الاعشاب والزيوت وهي ولا منتجات؟ هلا ايه ما موضوع اعشاب وزيوت، الفكره انه بالنهايه في كريمات فعاله وكريمات لا، بس بالنهايه الكريم دوره مساجنج اكثر، يعني المفترض تكون الحركه والتمسيد هي الافضل. التغذيه الداخليه شغله كثير مهمه، الوارد البروتيني ديره، يعني الحميات اللي بتعتمد على البروتين احتمال التهدل فيها اقل، الحامل اللي بغذائها فيها وارد بروتيني جيد احتمال تشققاتها اقل. الكريمات بتصير عمليه انه يعني حط فازلين احيانا ومساج على منطقه بطن الحامل، تعطيك نتيجة منيحة كترطيب. التشقق بده يعتمد كتير على التغذية، لأنه أنت وقت بيصير التشقق ما بيصير على سطح الجلد، هي بألياف عميقة أدمية، يعني فعمليا تعتمد على التغذية الداخلية أكثر. المستحضرات صارت هي مستحضرات سواء زيوت ولا مواد، هي تلطيفية بغض النظر عن نوعها. مثل ما حكينا ممكن مي وفازلين تحطهم وتحفظ على رطوبة الجلد بس ما بتلغي شيء إذا ما كان في عندها تغذية ووارد بروتيني جيد. تمام دكتور، شكرا لك، شكرا لنصائحك القيمة، ونشوفك حلقات قادمة. شكرا كثير لك دكتور، هيك أهلا وسهلا.